GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي لآخر جزء من الجزء الأول من كورسنا، وهبدأ عايز بقى أظبط شوية المنيو، عايز أظبط الحاجات دي قبل ما أخش على الكودز بتاعت جملة، لأن أنا فعلا ما كنتش واخد بالي من الجزء ده، عشان بس يبقى زي نفس التصميم بالظبط. اتعود دايما كده نفس التصميم بالظبط اللي يجيلك تعمل زيه لا أقل ولا ناقص، ممكن لو زودت يبقى بحساب. يعني خلينا هنا الحتة دي عايز أخليها بيضة كلها، أوكي، حدي عايز أخليها بيضة، فدي هتيجي في الكونتنت. طبعا الكونتنت بتاعنا كان البادنج بتاعه كان 10، هخليه 0، هخليه 0، أوكي. ابص الاقي شايف حاجة زي كده، ده بقى خلاص اتفرد مع الويتس كله، بس فقط اني ابدأ اشوف الويتس بتاع الكونتنت نفسه. هو كان احنا كنا هنا واخدين 200، كله كان 950، وهنا 200، يبقى فاضل 750. هنشوف الويتس بتاعنا كام في الكونتنت، هو 730، هخليه 750 واقول له تنفيذ. هبص الاقيه فرد معايا بقى تمام التمام وزي الفل. ايه تاني؟ ايه تاني؟ لا اله الا الله. عايزين نخلي في فرق بين بره وجوه. شايف هنا، شايف الطبق هنا بره ابيض وهنا ابيض، فخلينا نشوف على البادي. هننزل هنا اللون، وليكن مثلا هننزل اللون ده، البادي باك جراوند ده هينزل بره، هيبقى بالطريقه دي. طبعا انت يعني دي المفروض تبقى بلون تاني عشان تبدا تظهر احسن. هتخليها بالابيض، هتخليها باي حاجه تانية اللي انت عايزه، المهم يكون حاجه كويسه. يعني ممكن تخليها كده، ممكن تخليها اغمق سنه صغيره او افتح شويه. ده كان بالنسبه لي التصميم ككل. عايزين بقى نظبط دي، مثلا ننزلها فوق، ننزلها تطلعها تحت، مش عارف دي ايه الكود اللي بي مسؤول عنها. لو انا شغال على جوجل كروم او شغال على الفايرفوكس، في اوبشنز بيديك يعني حاجه كده ممكن تقدر تظبط منها خلالها السي اس اس على طول. لو انت شغال على جوجل كروم، انا شغال عليه بالعربي، ففي هنا اخر حاجه هنا في فحص العنصر. لو جيت كده بصيت هتبص تلاقي هنا في حاجة اسمها ايه ده؟ Component Heading. هات الكود ده Component Heading، يعني ال Component ده ال Heading بتاعه اللي هو العنوان بتاعه ممكن اتحكم فيه. طيب تعالى نشوف ازاي. تعالى نفتح ال CSS بتاعنا ونخليه بقى تحت ده لوحده كده خالص، ماشي، ونقول Component Heading. ده خد بالك كلاس دوت، ونبدأ نظبط فيه بقى زي ما احنا عايزين. هنقول مارجن يساوي 10 بكسل. تعالى ما نشوف هيعمل معايا ايه لو عملت له حفظ. يبقى شوف هنا راح لي 10 بكسل من جميع الزوايا، من اليمين ومن الشمال. حلو قوي. طيب لو انت عايز تنزل عليه فونت معين، هنقول فونت سايز بيساوي مثلا، هنحط مثلا عدد كبير شوية، رقم 30 بكسل. طبعا نظام الفونتات بتعامل مع الاي ام والبيكسل، وفي حاجات كتير كده، والويت وحاجات كتير. لو انت بقى دارس بقى ادفانسد شويه سي اس اس، اهلا بكم في موقعي الشخصي. ده هيتحط السايت نيم هنا، السايت نيم هنا. انا شايف ان الحجم ده مناسب قوي.
طب لو عايز تحط له باك جراوند، لو عايز تظبطه ممكن جدا. شوف بقى انت عايزه تعمله ايه، المهم تعرف الكلاس ايه. هنقول باك جراوند، تعال ناخد باك جراوند كولر، باك جراوند كولر ونخليه بالابيض. تعال شوف بقى كده، اوكي ريفرش. طبعا ما فيش فرق ان اصلا الارضية بيضة، انا ما خدتش بالي اساسا يعني. طيب خلينا مثلا الارضية تكون مثلا لون يليق على الازرق، هناخده من الفوتوشوب برضو، يكون مثلا يلا ما نجرب كده. يبقى حاجة زي كده، تمام. لو عايز بقى تعمل له راوند راوند بال ال 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 يعني انت شايف كده كلها خضرة بالطريقة دي، لو عايز تخلي الجوانب راوند يبقى دي من السي اس اس برضه، ممكن تخليها ملتفة شوية كده، او يعني مش حادة كده بالطريقة دي. تعال نشوفها ازاي. هنروح على السي اس اس ونيجي نقول له والله ده البوردر radius هنقول 5 bx 10 feet. شايف كده بالطريقة دي. عايز تخليها يعني شمال شوية، ماشي مفيش مشكلة، دخلها جوه شوية. هنقول margin ليفت بتساوي 10 بتساوي 15، ريفرش. شايفها نزلت كلها على بعضها ازاي؟ شايف هنا راحت لك منين؟ لأن ده المارجن اللي هو العنصر كله بيتنقل لك على بعضه. لا ده انا عايز البيدنج، انا عايز البيدنج بتاعتها مش المارجن. يبقى المارجن زي ما هو، المارجن زي ما هو بالظبط، وهنعمل فيها البادنج بيساوي بادنج ليفت ده هيساوي مثلا 10 بكسل برضو. شايف هنا عملها لك ازاي، خليها لك شكلها احسن واحسن. جميل جدا، يبقى انت ظبطت الحتة دي، وهكذا بنفس الطريقة بالظبط، ماشي، وهكذا بنفس الطريقة بالظبط بالنسبة لي بقية الحاجة. يعني ده اسمه فورم، ده استطلاعات الرأي برضه. تعالى نعمل استطلاع رأي، نيجي على تطبيقات استطلاعات الرأي ونقول له ده فيه اهو. طيب كويس، يبقى إدارة المديولات وحط لي استطلاع الرأي ده، استطلاع رأي والزقه لي في الرايت واختار الاستطلاع الرأي اللي انت عايزه، ما هو برنامجك المفضل، اوكي وريفرش. جميل جدا، بدأ ينزل لك حاجة زي كده، جميل قوي. ممكن يعني تتحكم في استطلاع الرأي ده، ممكن تتحكم في كل حاجة فيه، في العنوان وفي المسافة حتى بين الأزرار دي، وتتحكم حتى في لونه كمان، الباك جراوند بتاعته، تتحكم في كل حاجة. اوكي تعالى كده نشوف هنعمل ايه. انا اللون ده مش مريح نفسيا، الأخضر ده. ممكن ناخد اللون بتاع الباك جراوند، انا بعلمك بس حاجات افتراضية كده عشان ايه
تعرف بس الشغلة ماشي ازاي، هتاخد ال دي وتنزل على صاحبنا ده وتقول له تنفيذ، هقول لك اوكي تمام كده قرق. تعال نشوف ده لما عايزين نظبط عنوان المقالات. فحص العنصر برضو، لو انت شغال على الفايرفوكس في حاجة اسمها الفاير باج، الفاير باج فار باج ده بيظبط زي كده بالظبط. اوكي، في حاجة اسمها اهي الكونتنت هيدنج. كونتنت هيدنج يعني المقال اللي انت بتعمله ده الهيد بتاعه، العنوان بتاعه، تبدأ ظبط فيه. طبعا ده ايه، مين، كلاس، خلاص. طيب انا بس بوريك اهم حاجة، مش لازم اقول لك كل حاجة بالتفصيل الممل، انا هترك لك انت تبحث شوية، بس دول اهم حاجتين يعني، اللي هو كونتنت هيدنج كونتنت والكومبوننت هيدنج. اوكي يبقى كده وتبدأ نفس الشكل نفس الطريقة بالظبط، هتقول له الفونت سايز طبعا مش ممكن يكون 30، هيكون اقل شوية، هيكون مثلا 20 او 25 او 23. وكمان لو عايز تخليه بلون معين وكل حاجة، اهو كبر كده شوية زي ما انت شايف اهو. اوكي نخلي اللون بتاعه هنقول الفونت كولر ونديله لون وليكن، انا بصراحة مش عارف ادي لون ايه يعني، بس خلينا نديله لون لون لذيذ كده برضو، هيبقى من مشتقات الازرق. خلينا ده مثلا ده، نشوف ده عامل ازاي ونديله اللون ده، نقول له تنفيذ. ليه ما نفذش الامر؟ يبقى في حاجة غلط. هنا كولر بس، طبعا احنا يعني انت كنت يعني احنا كنا عاملين قبل كده على الاي لينك والفيزيت لينك، طبعا ده واخد الويب سايت كله، ده واخد الويب سايت كله تمام. لو انت عايز تشيله كده وتبقى تعمل كاستم لحاجة حاجة مفيش مشكلة اهو، برضو لسه ما نزلليش اللي انا عايزه، نغير اللون ونخليه احمر نروح على الويب سايت تاني تنفيذ. اوكي اهو دخل، لما دخلنا جوه انا مش واخد بالي انا اصلا، ما دخلنا جوه لقينا فين اخينا ده مين، احمر اهو بالشكل ده. لو انت بقى عايز تكستم على الاي لينك ده، هو ده الاي لينك تمام، هيكون زي ما احنا الكود اللي احنا شلناه هحطه تحت خالص اهو، ده انا حتى مسحته ماشي. هنقول ايه، نقطتين كده لينك، ونعمل اللي احنا عايزينه، هنقول color نقطتين
نقول له بقى اي لون اللي احنا عايزينه بقى، يعني مش هتفرق بقى خلاص، انت فهمت الدنيا ماشية ازاي. هنخليه بالاخضر، وهنخلي كمان الفونت سايز، فونت سايز هنخليه خليه كام، 18 بي اكس، 18 بي اكس. اوكي، تمام. طبعا دي بقت فيزيتد. بص هنا شايف الالينك بقت عامله ازاي، هنا بقى ده اداني على الويب سايت كله، يعني شايف هنا الصفحه الرئيسيه برضو كبرت بالشكل ده. طبعا الاي فيزيتد هو اللي هيبين بس شويه الحته دي، خلينا حتى الاي فيزيتد كمان الاي فيزيتد ونديله هما دول 18 كتير، ممكن نخليه 18 مش مزعل. اهو بدأت الدنيا، بدأت خلاص اهي بدأت تتظبط معاك. شوف انت بقى، يعني انت ممكن تضيف ايه وتزود ايه وتشيل ايه وتحط ايه والكلام ده، يعني كل ده اندر كنترول، ما فيش اي مشكلة فيه. ده كان بالنسبة لي الكومبوننت الكونتنت هيدنج، و خلينا هم تحت بعض كده، او هنخلي دول لوحدهم فوق. ممكن نحط الهوفر كمان، ايه هوفر، ونخلي دي مثلا هنقول الكالر، نغير بس الكالر فيها، هنخليه اي حاجة في الدنيا بقى. خلي دايما الويب سايت دايما الالوان بتاعتك متناسقه، يعني ما تحاولش تحط الوان كتير. شايف الاوفر بدأ يتفعل اهو، براحتك انت بقى، عايز تحط لها باك جراوند، عايز تعمل اللي انت عايزه فيها، ما فيش مشكله. تعال نحط لها باك جراوند زي اخينا اللي هو فوقيه العنوان، خلي دي كده الباك جراوند دي، وخلي الرادياس هات دول، و في الاي لينك ماشي، خلينا في الاي لينك او الاكتيف لينك. يعني تعال بص هخليها عامله ازاي، بص هنا دي بقى حاجه ترجع لك. انا بس بفهمك المفاتيح اللي تمشي بيها ازاي. في كورس انا كنت شفته زمان، كان لليندا تقريبا، مش فاكر، او مش فاكر، المهم كان في CSS for جملة، دور عليه وشوفه، هتلاقيه حلو قوي، بيتكلم في الحاجات دي بالتفصيل الممل، تمام، مخليك تتحكم في البولز، ومتخليك تتحكم في البحث وكل حاجة. انا بس بديك مفاتيح وانت هتبحث بقى ان شاء الله. خلينا نشيل بقى العيد ميلاد اللي احنا عملناه ده، احنا كنا فين، على هنا والاخضر ده شكله مش عاطفي خالص، ممكن نغمقه. هو ده مين اللي هو الكونتنت هيدنج،
ممكن تخليه برضو بالأزرق content heading، ونخليه اللون لا آسف، هو ده ايه؟ ده ال active link، ده ال active link. اوكي اهو ده اكتيف لينك اهو، بالظبط مقصر لي هنا بالشكل ده. لا احنا بقى خلينا نرجع للون، خلي ابيض سيبك منه خالص، وخلي ال دي هتكون مثلا ده كده، ودخلت جوه بص تلاقيها اوكي بالشكل ده تمام. طبعا اللي انت شايفه، اللي انت شايفه ده هو يعني صور بس، طبعا فقدت اليو ار ال بتاعها اوكي، فبتبقى عامله كده لان واخدها من على النت مش من على السيرفر عندي تمام. فخليك انت بقى ظبط على احسن ما يكون، عشان فعلا المطلوب منك في الكورس ده انك تعمل بروجكت تصميم بتاعك، وهيكون في طبعا ورينا بقى امكانياتك على قد ما تقدر، على قد ما تقدر يعني مطلوب منك بس تعمل التصميم وترفقه بجملة وتحط فيه لمسات بسيطة يعني. اللي انت شايفه ده طبعا ده المرحلة الجاية في من الكورس، او الخطوة التانية او الليفل 2، ده التسويق الالكتروني اللي ازاي تدفع. لو انت دخلت على ده كده تحط دفع الكتروني على الويب سايت بتاعك اوكي، بحيث ان انت يبقى عندك فيزا بقى وتتعامل مع البنوك الالكترونية والكلام ده. خلينا نحط اخر حاجة هنا المنيو، طب احنا كنا عاملينها مديول، والمديول احنا عملناه ديناميكي فعمره ما هيتحط لوحده، لازم انا اقول له فين في الناف هيبدأ يتعمل لي حاجة زي كده اهو ماشي، وتختاره مثلا تقول له انا هحطه مثلا افقية، افقية بالطريقة دي افقي، بس عشان يبدأ يقرا لك الافقي، يقرا جنب بعض كده بالطريقه دي، حاجه بسيطه جدا ما فيهاش اي مشكله. طبعا الستايل بتاع الـ الصفحه الرئيسيه بتاع الزراير بقى، البوتونز والرول اوتس والرول اون والحاجات دي كلها، طبعا دي انا مش بصادر ان انا اشرح لك كورس سي اس اس، بس انا حاولت يعني افتح لك الموضوع شويه زياده شويه مني على في حته الجمله. اتمنى اتمنى اني اكون وفقت في شرح الجزء ده، وفوق في شرح الكورس كله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.